إذا زار المؤمن المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه؟ وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ لما زار المريض قال طهور إن شاء الله، يقول طهور إن شاء الله ويدعو له بالرحمن والعافية والشفاء. هذا المشروع، إذا زاره يدعو له بالعافية والشفاء، يوصي بتقوى الله والصبر، يذكره بأن الأمراض فيها كفارة أو حتى من الخطايا، تنفر بالله وبين حقه، ويدعو له بالعافية والشفاء، وأن يكون مرضه طهورا وتكفيرا.